تحدث اليوم عن عدد القوات المشاركة بتأمين زيارة العاشر من محرم الحرام لعمليات الفرات الأوسط لأبناء الحشد الشعبي، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أكو عندنا مثل يقول التجربة أكثر برهان. اليوم لقطاعات الحشد الشعبي، لقيادة فرات الأوسط الحشد الشعبي مع قيادة الجيش والشرطة في كربلاء، وبوجود الأخ محافظ كربلاء حقيقة اللي هو يعتبر رئيس اللجنة العليا، هناك على مستوى التنسيق العالي والتفاهم العالي، قد تجاوز التفاهمات العسكرية إلى العلاقات الطيبة والأخوية نتيجة للتنسيق العالي المستمر في تأمين زوار الإمام الحسين. اليوم نعتقد بأنه ليس التكليف العسكري لكن واجب شرعي قطاعات الحشد الشعبي، وهو واجب مضاعف أن تكون بمنتهى الجهوزية لاستقبال زوار الإمام الحسين. وقد يكون الزيارة السنة تختلف عن السنوات القادمة، وإحنا نعتبر زيارة عشرة محرم هي استعداد لزيارة الأربعينية الإمام الحسين، وهناك أخبار قد يكون لا تخلو من الصحة، قد يكون تصل زيارة أربعينية الإمام الحسين إلى 5 مليون زائر أجنبي. نعم، القطاعات الحشد الشعبي أو قيادة الفرات الأوسط لم يختصر العمل في كربلاء فقط، بل في مناطق الفرات الأوسط اللي هي مسؤولية نظام المعركة مالتنا اللي هي بابل وكربلاء والنجف والديوانية. نقدر نقول يعني ممتدة من جرف الصخر؟ نعم، من الحدود الفاصلة مع بغداد مع فرقة 17 وصولا نعم. إلى منطقة السماوة، يعني محافظة السماوة. هذا الخط. ثانيا أكو هناك فاصل بينه وبين قيادة قوات الجزيرة اللي هو نهر الفرات، يعني اللي فوق نهر الفرات هو تابع لقيادة قوات الجزيرة قيادة الحشد الشعبي، وكذلك قيادة الأنبار. ما بعد النهر اللي هو مسؤولية قيادة عمليات الفرات الأوسط، وتستمر البحيرات والرفيع وأحمد بن هاشم وكذلك صحراء النجف ومركز النجف، وهذه قطاعات متواجدة مستمرة بالعمل والتنسيق العالي مع قطاعات الجيش والشرطة. أيضا هناك عندنا تنسيق عالي مع الأخ قائد شرطة بابل محافظ بابل. يوم أمس كنا في اجتماع موسع مع محافظ الديوانية وقائد شرطة الديوانية ومدير استخبارات الديوانية، وكانوا الإخوان يمثلون قيادة الحشد اللي هم استخبارات وأمن ولواء 21 والهيئة في اجتماع تقريبا استمر لمدة أكثر من ساعة ونصف مع الأخ محافظ الديوانية حقيقة، وكان بترحيب عالي واستعداد عالي، وكان دائما يقول لقيادة الفرات الأوسط مواقف لم تنسى في أيامة الأزمة، هم الذي يبادرون للوقوف معنا في مساعدتنا، وأيضا له طلبات. قيادة عمليات فرات الأوسط لم تختصر على اللجنة على الخطة الأمنية فقط، لا، نعم تشترك في الخطة الخدمية. كنا مع الأخ المحافظ وقائد العمليات وقائد الشرطة قبل 3 أيام في مناقشة الخطة الأمنية لقيادة العمليات، وهذا حقيقة أمر سابق ولاحق اللي أكد عليه أخ الرئيس الهيئة. جميع مديريات الحشد الشعبي تكون بأمرة قيادة عمليات الفرات الأوسط، ولذلك على مستوى الخدمية عندنا أكثر من 200 عجلة تخصصية في مركز المحافظة بالتنسيق مع مدير البلدية ومدير البلديات، وهذه صواريخ لسحب المياه وفتح الاختناقات، معامل ثلج، شفلات، تريلات، نقل القمامة، ما شابه ذلك، كابسات، وكذلك أيضا فتح الطرق المهمة والساحات لاستقبال عجلات الزائرين.